القصف من ورائهم والبحر أمامهم، إنهم أهل غزة. ظروف الحرب لم تمنعهم من ركوب سفينة الحياة، لا يملون ولا يكلون من رمي شباكهم بحثاً عن أفق لنهاية معاناتهم. الشاطئ ملاذ من الحر ومكان للاستجمام، يواجهون مأساتهم الإنسانية بالتشبث بالحياة. شوب كتير، الخيم عندنا كتير نايلون شادر طبعاً، فتغيير جو طبعاً بعد معاناة الأهالين أنهم سمحوا لنا نطلع طبعاً على البحر، تغيير جو لإلنا في ظل الظروف الغير طبيعية، الحرب اللي بالشهر السادس على التوالي يمكن الواحد فكر أنه يجي على شط البحر لكسر الروتين والملل في الحياة والهموم. هؤلاء الصغار يلهون فوق الرمال غير آبهين بلعب الكبار في غرف السياسة المغلقة. حتى حيواناتهم الأليفة التي ألفت أصوات القصف لها نصيب من الفسحة. شوب والله، قاعدين في الخيام شوب وزهق وتعب والله يعين الجميع على اللي إحنا فيه. حبينا نطلع من الأجواء اللي إحنا فيها، الأجواء انخنقنا، شمس وشوب، عندنا نار تمتنا زي النار، المنطقة اللي عندنا زهق، وإيش بدي أقول لك يعني، الواحد زهق حال الواحد. سكان رفح والنازحون إلى هذه النقطة الحدودية من القطاع يواصلون الصمود في وجه عاديات الزمن والظروف القاسية التي أجبرتهم على ترك بيوتهم. رغم كل الألم لم يتخلوا عن الأمل، أمل نهاية حرب لا يعلم غيرهم حجم قسوتها عليهم. بلال البجديني، العربية.